البرلمان خلال مناقشة ملتمس الرقابة، مما أغضب أحزاب اليسار وتوصل بورقة الطلاق من أحزاب اليمين. ضيفنا اليوم ظل في فترة الانزواء مثار العديد من الاستفهامات، وكانت تحركاته تؤول بأنها ضد مصالح الوطن، إلى أن فاجأ الجميع وهو يتحمل مسؤولية رئيس للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. ورغم أن رئاسة المجلس لم تحظى بقبول البعض واعتبره آخرون بأنه من إرث الماضي، إلا أنه يتمتع بشخصية كاريزمية لدى الغالبية التي ترى فيه رجل المرحلة القادرة على إقناع عبد العزيز المراكشي بالالتحاق بأرض الوطن. ضيف حلقة اليوم متزوج، أب لخمسة أطفال، سيد خليه لنا ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء. مساء الخير. مساء الخير سي مولاي مصطفى. يحاوره الزملاء الصحفيون علي أنوزلا الجريدة الأخرى، أسبوعية الجريدة الأخرى، مصطفى العراقي يومية الاتحاد الاشتراكي، محمد عيادي يومية التجديد. يحاوره الزملاء الصحفيون في المحاور التالية: المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء بين إرث الماضي وتناقضات وتجاذبات الحاضر، بين من يطالب بالانتخاب ويرفض التعيين، بين من يحتج على إقصائه وتهميش دوره للمساهمة في اقتراح الخطوط العارضة لمشروع الحكم الذاتي الذي يشرك الصحراويين المغاربة في تندوف والعيون. حكم ذاتي موسع مقترح من طرف الفرقاء السياسيين وفعاليات المجلس الاستشاري الملكي لتبديد الاختلاف وتدبير الشأن المحلي في إطار جهوية موسعة قابلة لاستيعاب كل الأصوات من أجل المساهمة والمشاركة في بناء تنموي لمغرب قوي، وتقديم رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن الخطط المندمجة هي الحل الوحيد والأوحد لمشكل الصحراء المغربية. الدبلوماسية الخارجية للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء تغيير في التكتيك من أجل استراتيجية واحدة هدفها المصالحة، إدماج الكل في الوطن المتسع للكل، الوطن الغفور الرحيم. سيد خليهنا من جديد مساء الخير. مساء الخير. القضية الوطنية الأولى اللي هي قضية الصحراء دخلت في المرحلة الأخيرة منعطفا حاسما، هي الآن من بين الملفات المتداولة في الأمم المتحدة في مناخ دولي جديد تتجاذبه مختلف الأطراف، منها المؤيدة للمغرب ووحدته الترابية، ومنها من يعاكس المغرب، ومنها من يقف موقف المنتظر. المغرب بادر بتقديم حل لحكم ذاتي موسع. الأمين العام للأمم المتحدة جدد التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تفرض أي حل على أطراف الخلاف. الجزائر الدولة المؤيدة والمساندة بكل إمكانياتها لأطروحة الانفصال لم تغير موقفها من المغرب ووحدته الترابية. حركة البوليساريو فاجأتها المبادرة المغربية وزادت في تعقيد وضعها السياسي المتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي، وعمقت من تصدع صفوفها وارتفعت أصوات نافذة تطالب بالحل السياسي اللي هو المنفذ الوحيد واللي المغرب بادر به من خلال الحكم الذاتي الموسع اللي تم التهيئ له بتفعيل المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية. سي خلينا، المجلس الملكي الاستشاري اللي عين أخيرا يضع إشكالية الثقة في الواجهة، خصوصا أنه لم يتم وضع تقييم لتجربة المجلس القديم بوضع سلبياته جانبا ومحاولة
إيجاد السبل الكفيلة لتجاوزها. طرحت مسألة الثقة في التركيبة ديال المجلس. هناك من تحدث عن أموات، هناك من تحدث عن تعيينات غير متوقعة، هناك من تحدث عن الإقصاء وعن التهميش. بشكل مباشر سيخليه لنا بلا عموميات، كيف يمكن أن يكون المجلس ممثلا لكل الصحراويين في ظل هذه التجاذبات اللي انطلقت منذ البداية، وكيفاش يمكننا نتجاوزوا من خلال المجلس هذا القيل والقال، ما نطيحوا شي مرة أخرى في المثل القائل من الخيمة خرج ميل. أولا أشكرك مولاي مصطفى، وأريد في البداية أن أقول بأن المجلس الجديد ليس هو المجلس القديم، لا فيما يتعلق بتركيبته ولا فيما يتعلق بالأهداف. المجلس الجديد هو مجلس أسسه جلالة الملك محمد السادس نصره الله بأهداف معينة واضحة لا غبار فيه، وأسسه إلى جانبه ووضع له مهام كبرى ولكنها واضحة المعاني. المجلس هو ليس مجلس منتخب، مجلس معين، وهذا من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك أن يعين جميع المؤسسات التي يرى أنها مناسبة لمرحلة ما. والمجلس الجديد سيواجه المرحلة الحالية وهو يحتوي على كل مكونات المجتمع الصحراوي المتعارف عليها، لا من ناحية القبلية ولا من ناحية الأجيال ولا من ناحية جميع طبقات المجتمع الموجودة حاليا في المرحلة التي يوجد عليها المجتمع الصحراوي. صحيح بأنه ليس مجلسا منتخبا، مجلس معين، وهذه صلاحية من الصلاحيات الأساسية. المجلس القديم سيخليه لنا راه كانت عنده تاوى شرعية. لا المجلس صحيح، المجلس كان ممثل ديال القبائل كلها. صحيح، ولكن ما كانوش فيه الأموات. صحيح، لا لا، المجلس الجديد ليس فيه الأموات، هذه مقالطات من المقالطات التي سربتها بعض الصحافة. لا يوجد عضو واحد ولله الحمد ميتا في المجلس الجديد، هذه مقالطات يعني مع كل أسف سيقت في الصحافة وتم تكذيبها. يعني في أول جلسة للمجلس في الرباط تمت المنادات على جميع الأعضاء أمام جميع الأعضاء وكانوا كلهم حاضرون 141. إذن هذه من الأشياء التي سنحاول مع الصحافة ألا تسيق خبر لغط الذي ساد كثير من الأشياء التي تقال في الصحراء أو عن الصحراء. أو المجلس القديم السيخلي هنا كانت فيه 300 ديال الأعضاء. لا كانت فيه 190 عضو. المجلس فيه 141. لا المجلس القديم عدد من 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 القبائل غير ممثلة. غير صحيح مولاي مصطفى، هذا كذلك غير صحيح. فلالة السيخلي هنا. فلالة ممثلة. مجاطة السيخلي هنا. ممثلة. لميار توبال تجاكل. لا مولاي مصطفى. نعم. لا توجد قبيلة إلا هي ممثلة. لكي نتفهم. لا توجد قبيلة واحدة من القبائل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة إلا وهي ممثلة في المجلس. شكون هي الجهة اللي اقترحت على سيدنا الله ينصروا هذا المجلس؟ لا هذه قضية يعني هذا هو التفتيش عن الأشياء الغير مفيدة. الجهة التي اقترحت على جلالة الملك، هو الذي عينا وله الصلاحية الدستورية أن يعين من يريد لمرحلة ما بهدف ما، وأحاط ذلك كله مفصلا في الظهير الملكي الذي أسس المجلس الجديد. المهام موجودة وكيفية تكوين المجلس موجودة في الظهير. هناك أولا 50% من أعضاء المجلس هم من ممثلي الأمة، نواب في الغرفة الأولى، مستشارين في الغرفة الثانية، رؤساء الجهات، رؤساء المجالس الإقليمية،
بعض رؤساء البلديات، بعض رؤساء الجامعات، يعني كل أنواع النمط لكي يمثل، لا من ناحية الحزبية، لا من ناحية الاجتماعية، لا من ناحية كذلك المجالية، أي أنه جميع الجهات الثلاثة ممثلة فيه، وكذلك جميع الأطياف الأخرى، الشيوخ ممثلين، الشباب ممثل، المرأة ممثلة، المعتقلين السابقين ممثلين، والجالية في الخارج ممثلة. وين الاحتجاج كاين السي خليل؟ والشكوى كاينة؟ لا لا، كاينة شكوى، كاينة شكوى إيجابية مولاي مصطفى، وهي أن الجميع يريد أن يدخل إلى المجلس، وهذا معيار إيجابي. هذا يعني بأن المجلس عنده مصداقية. لا تسمح، لا تعيد الاحتجاجات، الاحتجاجات وهي دونت في شأنها رسائل إلى الديوان الملكي وكذلك إلى عمال وأقاليم، لا تعتقد بأنها قد تمس بالإجماع المطلوب أن يتوفر في هذا المجلس لكي يقوم بالمهام دياله؟ وبالتالي شنو نتوما يعني كرئيس ويعني وكمكتب المجهود اللي درتو باش تحتويوا هاد الاحتجاجات في المرحلة الأولى باش تمشيو اللي هو مهم؟ أولا هذه الاحتجاجات هي محدودة جدا، والصحافة أولتها تأويل كبير، يعني هذه الاحتجاجات هي قليلة جدا، هي جاية من الأعضاء السابقين أو ربما بعض الجهات الأخرى اللي لم ترى من تمثيلها كافي، ولكنها في التعيين، في كل الأمور التي تعني التعيين لا يمكن الاحتجاج، تعيين تعيين والانتخاب انتخاب. المهم بأن المجلس هم لا يحتجون على التعيين، يحتجون على من يقترح. لا، من يقترح هذا يعني هو تفتيش على واش البيضة خلقت هي الأولى أو الدجاجة، يعني من اقترحها ليس بالمهم نعرف من اقترحها، من اقترحها هو الذي يقترح التعيينات. كل التعيينات جميع أنواع المعايير اللي اعتمدتها في تحديد منصب كل قبيلة سيكون. لا لا، يعني القبائل ممثلة، لكي لا نطيل فيها، القبائل ممثلة نسبيا تقريبا بكل أهمية العدد القبلي لكل قبيلة حسب الإحصاءات. واش قصدتوا القبائل اللي في الداخل ولا اللي في تندوف؟ لا يعني جميع القبائل، يعني القبائل بأسمائها، كل القبائل ممثلة، جميع القبائل ممثلة، جميع شرائح القبائل ممثلة. وربما لأنه فيما يتعلق بهذا المجلس هناك رقبة شعبية كبيرة بأن جميع الناس تدخل المجلس، والحقيقة اللي كان يرضي الصحراويين حاليا بأن جميع الصحراويين يكونوا داخل المجلس، وبالنسبة لي هذا عنصر إيجابي جدا، هذا يعني بأن المجلس بدأ بمصداقية أن الجميع يريد أن يكون في المجلس. الرشيد أنه بالفعل هنالك توازن لتمثيلية القبائل والمناطق في المجلس الملكي الاستشاري، نقطة أولى. نقطة ثانية، تحدث الزميل مصطفى العلوي عن هنالك أموات، لدي عقدي وفاة لشخصين في المجلس الملكي الاستشاري، لا شك بأنهم إذا كان عندك العقد بأنهم متوفين ولكن ما موجودش في المجلس. بالنسبة لحسون القرن ما موجود في المجلس، حسين القرن ما كانش في المجلس. وهنالك رسالة وجهت لكم بأنكم استبدلتم اسم هذا الشخص باسم احد افراد عائلتي. لا، هذا افتراء. لا افتراء، ولكن هذه عقود ازدياد اشخاص متوفين. نحن لا نقول جلاله الملك عين رئيس المجلس وعين الامين العام، ولم اما بالنسبه لبقيه الاعضاء، هل بالفعل ما هي الجهه التي عينت هؤلاء الاعضاء بنظركم؟ عينهم جلاله الملك كل الاعضاء لنوضح الامور، كل الاعضاء عينهم جلاله الملك. لماذا لا يوجد هنالك تمثيليات؟ لا ولكن بلاتي انا بغيت لا بلاتي اسمح لي، هادو الشهادات هما لا شك بانهم صحيحين، ولكن ليس لاعضاء في المجلس. الاعضاء الموجودين في المجلس ولله الحمد احياء يرزقون ويمشون على ارجلهم. انا اتفق مع استخالهن بان الاعضاء الموجودين حاليا هم احياء يرزقون، لكن اللائحه التي صدرت لاول مره في وكاله الانباء الرسميه وصدر فيها اسم حسين القرن ومحمد مصطفى المختار، هذا غلط مطبعي، يمكن غلط مطبعي، هذو صدروا غلط مطبعي وتوفاهم الله، واحد في 2005 والثاني في 1800. ولكن ما هو المهم في هذا الامر؟ المهم انا اريد ان اعرف ما هو المهم في هذا الامر، يعني التفتيش عن الجزئيات التي لا تغني ولا تسمن من جوع. طيب لا لا تسمن ولا تغني لانها ليس صحيحه. هذا هو اللقط، لا هذا هو اللقط التي تتناقله الصحف بدون تاكيد، كان على الذين ينشرون هذه الاشياء ان يتاكدوا من المصدر. طيب نسمع.